هو احنا اتفقنا من الفايرنج ليفل لحد الثلث الاولاني من الرابط دي دي حد يقول لي ايه اللي بيحصل؟ ها انا في الصوت مش فاهم الار ايه اوبن اوبن صح. طيب يعني لو ابتدى ستيمولس من عند الفايرنج ليفل لحد 135 هل في ريسبونس ولا مفيش ريسبونس؟ مفيش ريسبونس. ليه؟ كل الصوديوم شانل ار ايه اوبن اوبن في مشكله كده. طيب والثلث الاولاني من رابيد ريبولايزيشن ايه اللي حاصل؟ الصوديوم شانل ملها من جوه. طب وهي لا تستجيب امتى؟ الا لما تقفل من بره تكون مفتوحه من جوه. ده بيحصل امتى؟ بعد الثلث الاولاني من رابيد ريبولايزيشن ولا لا؟ طيب بتفكر ما بين الفايرنج ليفل لحد الثلث الاولاني من رابيد ريبولايزيشن بسميها ايه يا دكاتره؟ ابسوليوت ريفراكتوري بيريود صح؟ طيب موجوده فين من الفايرنج ليفل لحد الثلث الاولاني من رابيد ريبولايزيشن؟ ايه سببها؟ المفروض يكون سبب واحد ولا سببين؟ سببين. ايه هم السببين يا شاطر؟ الصوديوم شانل ار اوريدي اوبن ادي واحد. ان رقم 2 في كاس قدام يا جماعه الثلث الاولاني رقم 2 ان في الثلث الاولاني الصوديوم ار اكتف ولا ان اكتف؟ طب وامتى تبقى اكتف؟ لما تقفل الفيل فين؟ تقفل من بره تفتح دي اسمها ريستنج ستيت. يعني ريستنج ستيت بروتش من اوت سايد ومن انسايد يبقى ريستنج ستيت. طب انا الصوديوم بوينت جيتس ار ايه رأي يا جماعة الكلام المكتوب عشان انطباع على الشرح انا هضفح جمال لو مش كتبها كاملة يا جماعة بس. طيب مكتوب ايه؟ المفروض انت كنت هتقول كم سبب؟ سببين. ايه السبب الاولاني؟ ان الصوديوم اتشال ار اوريدي اوبن دي مش كتبها خلاص؟ ما كتبهاش عادي معنى ارشحها لك انت مش لازم كل حاجة تبقى مكتوبة. لا لا مش مطلوبة دي الفهم فقط. دي مش دي مش مطلوبه دي الفهم الحته الجزء اللي مكتوب هنا ولا مطلوب الجزء بقى المطلوب اللي مكتوب هنا ولا مطلوب الصوديوم جيت ار ان اكتف قصده على انهي واحده هو الثلث الاولاني من رابيد ري بولاريزيشن اند نوت اوبن اجين مش هتفتح تاني الا ريتيرن الممبرين بوتنشال كوليستنج ستيت. يعني ايه كوليستنج ستيت؟ ها هي من بره مقفوله من جوه مقفوله عادي الجزء الاولاني في مشكله دي. طيب الريلم حد شاطر يعرف يقول الاول هستجيب ولا هستجيب في الريلاتيف؟ هستجيب. صام صوديوم اتشال مالها؟ رجعت لابس من بيت. ممكن ترجع للريستنج ستيت. لكن عندي مشكلتين ايه هم؟ هل كل الصوديوم اتشال رجعت للريستنج ستيت ولا جزء؟ جزء. دي واحد. السبب الثاني مين اللي بيخرج؟ البوتاسيوم. بنعمل اسمها ايه؟ بولاريزيشن. تمام؟ يبقى كده صام صوديوم جيت ار بارشال ايه؟ اوبن اند اذر ار ستيل ان اكتف ستيت. صح؟ also البوتاسيوم شان البارشال اوبن ديفيكالت ريبولاريزيشن وبديل السبب بتاعها كامل صح كده. طيب السوبر نورمال حد شاطر يعرف يقول لي السوبر نورمال فين؟ فتره الافتر دي بولاريزيشن زيتابيلتي هاي ولا لو؟ هاي ليه يا دكاتره؟ عشان هو قريبه من الفاير قريب من الفاير اهو لو سليشن بيفور فاير دي. طيب الرابعه الممبرين از هايبر بولارايز صح؟ صح. بعيد ولا قريب من الفايرنج ليفل؟ بعيد. ايه اي مشكلة؟ اي معضلة؟ خلاص؟ طيب كده يا باشوات خلصنا اكزاكتيفيتي تشينجز دورينج الاكشن بوتنشال. حد عنده سؤال فيها تاني؟ تعالى بقى نكمل حصة النهاردة. حصة النهاردة احنا قلنا المرة اللي فاتت وقفنا فين؟ كنا خدنا ال خدنا بعد الحصة كونداكشن اوف نيرف. خلي بالكم حاجه يا جماعه بعد كده عشان ايه الناس اللي في القناه في الحصه دي نام وشد اللي حابب انا هسال شو وسط الحصه بقى مش هسمع يعني عشان اللي هتكلم اخليه يقول كل حاجه فبس صح صح ان نلاحظ الناس بتنام كده وتشد اللحاف وايه حلو الحصه تفضل صحوني على ميعاد الحصه لما تخلص يعني احنا مش في سيكشن المحاضره هنا خلاص فالناس شد اللحاف صح صح كده وفتح دماغك ماشي. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند موضوع اسمه كونداكشن اوف نيرف امبلس. اتفقنا ان احنا لو جالنا السؤال دوت هنكتب اول جزئيه في السؤال ايه لو جه شورت نوت هنقسمهم نصين كونداكشن في الانمايلينيتد. يعني ايه انمايلينيتد؟ مش عليه مايلين. العصب اللي مش عليه مايلين. وكونداكشن في المايلينيتد العصب اللي عليه مايلين. انمايلينيتد ده قصته في ايه؟ بص يا دكاتره الناس ركز معايا. يعني العصب اهو ده اكسون مثلا تمام؟ بره بيبقى موجب
اللي هو بيبقى ها سالب. لو انا عملت هنا ستيميوليشن يبقى البوينت دي اسميها بوينت اوف ستيميوليشن، هيحصل في البوينت اوف ستيميوليشن عمليه اسمها دي بولاريزيشن، اللي حوالينها ده اسمه ايه؟ سراوندنج. اللي يحصل في الاوتر سيرفيس الموجب من السراوندنج الى ها الى ايه؟ الى الدي بولاريز. طب في الانر سيرفيس من الدي بولاريز الى السراوندنج، الريزلت ان البوينت دي يحصل لها ري بولاريزيشن، البوينت السراوندنج يحصل لها دي بولاريزيشن، وبعدين هيتنقل من بوينت الى بوينت. سميتها ايه دكاتره؟ كارنت سينك ولا لا؟ يعني كارنت سينك السيال العصبي. وختمنا الموضوع ان سرعه التوصيل تتناسب تناسبا طرديا ولا عكسيا مع الديامتر. كل ما العصب ما يبقى تخين كل ما سرعه التوصيل بتاعته ما هتزيد. صعبه كده؟ طيب تعالى بقى ناخد النهارده في المايلينيتد. العصب بقى المايلينيتد. في عندنا يا جماعه الناس اللي ما حضرتش حاجه اسمها مايلين شيز. تمام؟ المايلين شيز ده عباره عن غشاء موجود على الاكسون. بس موجود ازاي يا دكاتره؟ موجود بصوره متقطعه كده. 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 الفراغات اللي ما بين المايلين شيز اسمها ايه يا دكاتره؟ مود اوف رانفي. ما يا جماعه؟ مود اوف رانفي. دي ما فيهاش ميالين. طيب الميالين ده دكاتره الاحمر دوت انسيوليتور. يعني ايه انسيوليتور؟ عازل. طيب انسيوليتور يعني ايه؟ عازل. خلاص؟ طيب انسيوليتور يعني عازل. طيب بره بيبقى في موجب، جوه بيبقى في سالب. الايونز غير مسموح لها الا بالدخول والخروج عبر النود اوف رانفييه. يبقى النود اوف رانفييه لا يسمح بخروج ودخول، هو الوحيد الذي يسمح بدخول وخروج الايه؟ الايونز. هل الميلين بيسمح بدخول وخروج الايونز؟ لا يا دكتور. اهو. طيب افترض معايا يا دكتور ان النود الاولانيه دي حصل لها دي بولاريزيشن. يلا يا بشرات ايه اللي هيحصل؟ ها؟ هنفترض ان اول نود هي اللي فيها دي بولاريزيشن. يبقى هيحصل لها كده. واللي جنب دي مالها؟ اهي لسه بولاريز. عارف حضرتك اللي هيحصل ايه؟ ان الموجب من النود دي للنود دي هيحصل له جامبنج، هينط. هينط عبر مين؟ هينط على المايلين. المايلين مال يا دكاتره؟ انسيوليتور. وهنا اهو كده. ايه الريزلت لو انت شاطر؟ ها؟ جامب تو جامب. الاولانيه اللي حصل لها دي بولاريزيشن بيقام ري بولاريز، نفس الكلام بالظبط. والنود الثانيه يحصل لها دي بولاريزيشن. تمام. وبعدين قاعده اثنين من فين لفين يا دكاتره؟ من نود ها؟ تو نود. يبقى المره دي الفرق ما بين ده وده وايه؟ ان هنا في مايلينج عازل، لان هو مثلا انا هنا النود والنود الثانيه هنا. علشان اوصل لها نعمل ايه؟ جامبنج. تمام؟ فانا ممكن اسمي النوع دوت اسمه ايه في المايلينيتد؟ هتلاقي في المذكره مكتوب لك جامبنج. يعني ايه جامبنج؟ ها؟ جامبنج يعني يقفز. يقفز من فين لفين يا دكاتره؟ من نود لنود. او ايه الاسم الثاني؟ نود لنود. او ايه الاسم الثالث؟ اسمه سالتاتوري. هي نفس الفكره. هي جامبنج. مش اسم عارف. سالتاتوري يعني ايه؟ بيسيب مكان ويروح لمكان. بيسيب مكان ويروح لمكان، دي كلمة سلتاتري متقطع يعني. طيب وأنا عندي له كام اسم؟ ثلاثة، إيه هم؟ نود تو نود، ها؟ جامبنج أو سلتاتري. كده أنت لحد دلوقتي الميكانيزم هو هو، حتى هتلاقي في المقدمة تحت المايلينيت تقرا كده ذا سيم ميكانيزم أز إن أن مايلينيت، صح؟ اللي إحنا كنا بنقول يا سعد إن هنا في المايلينيت كان إيه؟ نون مايلينيت من بوينت إلى بوينت، من نقطة لنقطة، لكن وجود مين هنا؟ يا دكاترة وجود الميلين، الميلين عمل ايه؟ ها؟ عمل عازل، عازل دوت يا سيد ابنوب عمل ايه؟ خلانا نط من نود ها؟ تنود. مين الشاطر اللي يقول لي؟ لو انا جبت لك يا دكتور اللي بص لنا جبت لك عصب، ايوه عصب مايلينيتد وعصب نان مايلينيتد. هنا ده طوله اكسون، ده طوله متر وده طوله متر.
وشغال في عمليه هشه عايزين يوصل اسرع يعني ده متر وده متر ده طب ولا ده ده هنا هيعمل ايه؟ هيعمل جمب 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 هيختصر المسافه ولا لا؟ امال دوت الدكاتره لا ده مش هيختصر المسافه ده يمشي نقطة 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 صح ولا لأ؟ يبقى أنا يا جماعة مين الأسرع؟ ها؟ مين الأسرع؟ النود تو نود أو المايلينيت أسرع كام مرة؟ بص في رقم عشان تعرف تحفظه هو عدى علينا قبل كده فاكرين الخلية كانت بتعدي مين أكتر الصوديوم ولا البوتاسيوم؟ البوتاسيوم كام مرة؟ 50% أه شوف أنت حفظت رقم إزاي؟ كل انا عايز كده الدرب كل حاجه سلكيه كله في نفس واحد يبقى العصب المايلينيتد ها يا ياسر هيبقى سرعته قد ايه اسرع من النون مايلينيتد كام؟ من 50 ل 100 مره يبقى العصب المايلينيتد يا دكاتره اسرع كام؟ من 50 ل 100 مره ادي واحد اثنين هنا كنا كل نقطه هيحصل فيها ديبولاريزيشن محتاج لها ايه يا دكتوره؟ صوديوم بوتاسيوم بام صح ولا لا؟ هنا انا كل نود هي اللي محتاجها صوديوم بوتاسيوم بام يبقى مين الشاطر اللي يقول لي العصب هنا طوله متر يبقى هنا كل سنتي مثلا محتاج صوديوم بوتاسيوم بام امال هنا كل نود صح ولا لا يبقى مين اللي بيحتاج صوديوم بوتاسيوم بام اقل يبقى مين اللي بيستخدم اي تي بي اقل المايلينيت يبقى مين الايكونوميك يعني ايه ايكونوميك اقتصادي المايلينيت طب الثالث اتفقنا ان عملية الريبولاريزيشن بتاخد وقت حد فاكر الريبولاريزيشن كان بيتم في ايه؟ الفايرنج ليفل لحد انتهاء الرابيد ريبولاريزيشن كم ملي سكند؟ 2 والافتر ديبولاريزيشن 4 والهايبر 40 صح؟ كل ده اللي خدناه المرة اللي فاتت يبقى الريبولاريزيشن عموما بياخد وقت طويل صح؟ السؤال بقى عبقري دلوقتي العصب الهين اللي هياخد وقت اقل في عمليه الريبولاريزيشن كتوتال العصب المايلينيتي ليه العصب المايلينيتي؟ لان هو حصل ديبولاريزيشن في اماكن معينه صغيره ولا لا؟ امال هنا العصب كله عمل ديبولاريزيشن يبقى العصب كله هيعمل ريبولاريزيشن يبقى كتوتال ياخد وقت اطول ولا لا؟ يبقى انا يا جماعه المايلينيتي ليه كم صفر يا دكتوره ها؟ ثلاثه يهمه واحد رابد اسرع كم مره؟ 50 ل 100 اثنين ايكونوميك لانه بيوفر صوديوم بوتاسيوم بام ثلاثه ها الريبولاريزيشن بتاعه سريع ولا بطيء؟ سريع طيب كده انت لو جالك السؤال هتشرح المايلينيت وتشرح المايلينيت ترسم رسمه زي دي كده كروكي كده من عندك اي رسمه معاك طيب تعالى بقى يا بشوات عشان اخد في الدرجه ان هي في السؤال لازم تكتب حاجتين كمان يبقى يا جماعه المايلينيت اسمه ايه يا دكتور؟ ها؟ نود تو نود او اسمه الثاني جامبنج او اسمه الثالث سالتاتي طيب احنا اتفقنا العصب بتاعنا عليه مايلين المايلين مشكلته في ايه يا سعد اللي هو انسيوليتور الانسيوليتور عازل امال الانسيوليتور بتعدي من فين يا دعاء؟ ده من نود اوفرام في يبقى علشان كده احنا فهمنا لما خدنا زمان في المايلين لو انت فتحت صفحه 2 هتلاقي هناك ان النود اوفرام في هي المكان الوحيد اللي بيسمح بمرور الايونز كنت قلت لك ان الميلين بيزود السرعه ولا بيقلل؟ بيزود قلت لك ساعتها هتاخدها قدام ولا لا؟ طيب ايه الكاركتر او ايه المميزات يا دكتور العصب الميلينيتي؟ كام حاجه؟ ثلاثه اول حاجه لو انت شاطر ها ان هو ايكونوميك اثنين رابيد ريبولاريزيشن ثلاثه ها رابيد كوندكشن 50% اكتر من ها النون مايلينيتي الناس اللي ورا بتتكلم الناس اللي ورا طيب تعالى بقى العنوان الثاني اسمه ايه يا دكاتره؟ دايركشن المفروض الاتجاه بيكون من فين لفين؟ ارسم لي يا دكتور دي اسمها يا جماعه هنا ها سيل بود طيب سيل بود اهي هنا مين يا دكاتره؟ الاكس المفروض الاشاره بتتنقل من فين من فين لفين يا دكاتره؟ من السيل بودي للاكس من فين لفين يا دكاتره؟ من السيل بودي للاكس اهو ده الطريق الطبيعي من السيل بودي الى الاكس وبعد كده يدي العضله او خليه عصبيه ثانيه صح؟ طيب الطريق الطبيعي ده بسميه ايه؟ بسميه اورسو اورسو يعني ايه؟ مستقيم دروميك توصيل مش مستقيم اللي هو عكس معروج يعني كلمة مستقيم يعني صحيح
جيت للكليه اتجاه واحد من السيل بودي الى الاكسون، كل الاعصاب بتاعتنا كده من السيل بودي الى الاكسون. في بعض الاحيان القليله اللي هدرسها في الكارديو باسكولار سيستم في القلب، في كده حاجه غريبه جدا، بتلاقي الاكسون، اكسون ساعات بيبقى له فروع، في فرع كده من الاكسون بص ماشي كده مثلا بيقرب ناحيه السيل بودي، هو مش هيرجع على السيل بودي بس اتجاهه عكس اتجاه ايه؟ عكس اتجاه السيل بودي ماشي كده. طيب ممكن الاكشن بوتنشال يتنقل فيه، طيب كده مشي نفس الاتجاه بتاع القرص ولا عكس الاتجاه؟ كان الناحيه الرياضيه فقط عكس الاتجاه ولا بنفس الاتجاه؟ عكس من الناحيه الرياضيه ماشي كده العكس كده اهو. طيب ده سميه ايه يا جماعه؟ انتي دروميك. اسمه يا جماعه انتي دروميك. حتى هتلاقي في المذكره والكتاب كاتب لك باسلوب حلو، قال لك الانتي دروميك بيحصل في عكس اتجاه القرص بس مش كاتب اكتر من كده، بكتب لك تريبل ريسبونس. شوف كلمه تريبل ريسبونس اكس مش هنطلع دلوقتي خالص. تمام احنا في صفحه كام يا دكاتره؟ 25. صفحه 25. طيب احنا خلصنا من صفحه 25 تمام. يبقى يا جماعه التوصيل النورمال بيفل فين؟ ها من السيل بودي الى العكس. في بعض الاحيان بيحصل عكس الاتجاه اسميها يا جماعه انتي دروم. يبقى انت كتبت الكوندكشن في المايلينيتد والنون مايلينيتد، شلنا كلمه تريبل ريسبونس. طيب الدايركشن ارسو وانتي الثالثه، مين من الناس اللي حضرت معايا من اول خالص حصه يعرف يقول لي ازاي احسب سرعه توصيل العصب؟ اللي يعرف يرفع ايده. قول كده يا دكتور. الديستنس بتكون تو الكترود على الليتنت بيريود. اللي ما حضرش سرعه توصيل العصب دي سيبها بحضرها في المراجعه. سرعه توصيل العصب يتم حسابها في الديستنس بتوين التو الكترود على الليتنت بيريود. يبقى انت هتكتب السؤال في كام بوينت دلوقتي؟ مايلينيتد 1 مايلينيتد دايركشن اورسو وانتي دروميك. سرعه التوصيل بايه وايه؟ ها؟ الديستنس بتوين التو الكترود على الليتنت بيريود. لو ما حضرتش طب اكتب عليها بحضرها في المراجعه. اخر حاجه عشان تاخد السؤال 10 على 10 من 10 فاكتور ذات افكتنج الكوندكشن. ترجم كده واكتب على السؤال ده سؤال نظري لوحده. يعني ممكن يجي يقول لك ايه؟ فاكتور ذات افكتنج الكوندكشن. فاكتور ذات افكتنج الكوندكشن. ما هي العوامل المؤثره على سرعه توصيل العصب؟ نعم؟ الحاجة اللي احنا شطبنا عليها الانتي دروميك حاجة اسمها دريبل ريسبونس. قول يا فاكر حاسس ليه؟ ركزوا بقى معايا لو سمحتوا. فاكتور ذات افكتنج، ركزوا معايا لو سمحتوا. فاكتور ذات افكتنج الكوندكشن اوف نيرف امبلس. ما هي العوامل المؤثرة على سرعة توصيل العصب؟ هل الأعصاب كلها ذا سيم كوندكشن؟ يعني كل الأعصاب سرعتها مثلا 100 متر في الثانية ولا الأعصاب تختلف من عصب لعصب؟ طيب علشان أقدر أعرف العوامل هم كام عامل يا دكاترة؟ خمس عوامل. كام واحد؟ خمسة. يبقى أنت النهاردة وأنت بتحل السؤال دوت حط في ذهنك ان هم كام سرعات، ان هم كام فاكتورز؟ خمسه. الفاكتورز رقم واحد واحنا خدناها قبل كده يا دكاتره. مين الشاطر من الاولاد؟ ها؟ ها مينا. مين الشاطر يقول لي ايه علاقه الدايمتر بتاع العصب بسرعه التوصيل؟ علاقه طرديه. ذا سبيد اوف بروباجيشن سرعه انتقال الاشاره العصبيه تتناسب تناسبا طرديا ولا عكسيا؟ دايركت بروبورشنال تو يا دكاتره تو ذا دايمتر. يعني دايمتر قطر العصب صح؟ طيب ايه بقى هي العوامل يا دكاتره؟ اول عامل عند حضرتك زي ما انت شايف كده لسه قايلينه اللي هو مين؟ الدايمتر. يوم ايه بقى؟ الاعصاب بتاعتنا هنقسمها على حسب الدايمتر الى ثلاث انواع. كام نوع؟ دايمتر يعني قطر. هتلاقي مكتوب لك كده في جدول محترم، الجدول ده كله بيجي ام سي كيو A B سي. دكتور احنا سمعنا في المحاضره قالوا لنا اصحابنا ان الاعصاب هقسمها الى A و B و C، ولقينا الدكتور مزود وقسم الاعصاب الى واحد اثنين ثلاثه كده باللاتيني، مش لقيناها في الكتاب ولا في المذكره.
بص بقى ركز معايا امتى. اولا اي بي سي دوت تقسيمه تبع ليه يا جماعه؟ ما تغلطش انا تبع للقطر اكيد. ايه ده تخين وايه اقل منه وسي ارفع واحد. حد معترض كده؟ يبقى ادخل واحد يبقى ايه. طب امال ايه واحد اتنين تلاته دول؟ هو احنا عندنا كام نوع في الاعصاب لو انت شاطر؟ في اعصاب حركيه وفي اعصاب حسيه. مش احنا اتفقنا اتفاق مبدئي نلغي الكلام بتاع احياء؟ في اعصاب موتور وفي اعصاب سنس. لو انت العصب اللي انت بتتكلم عنه وعايز تقسمه اكوردنج تو الديامتر وهو سنسوري يبقى قسمه 1 2 3. طب لو هو موتور اقسمه الى اي بي سي. يبقى موتور يعني ايه يا جماعه؟ حركي. يبقى انت حضرتك بعد كده لو جيت سالتك العصب بتاعك ده مثلا قطره 50 مايكرون وقلت لي وانت قلت لي يا دكتور ال 50 ده يبقى النوع بي. طب هل على طول تقول بي ولا تسالني السؤال الثاني؟ ها سنسوري ولا موتور؟ لو موتور هتقول بي، لو سنسوري هتقول رقم 2 باللاتين. بعد كده الاعصاب هقسمها الى موتور وسنسوري. الموتور هتبقى اي بي سي، السنسوري 1 و2 و3. سنسوري يعني حسي وموتور يعني حركي. طيب علشان بقى نقدر نشوف التفاصيل الديامتر دوت ناتج عنه ثلاث اعصاب. الثلاث اعصاب دول هتدرسهم في 6 بوينت. يبقى نقاط المقارنه كام؟ 6. وانا اساسا كان كام فاكتور؟ كانوا 5. لو خلصت ال 6 بوينت كل العوامل خلصت. هتعرف دلوقتي ازاي؟ تعالى نتكلم على ال 6 بوينت في المقارنه. مكتوبة أول حاجة يا دكاترة الديامتر، الأرقام حفظ. الـ A من 1 إلى 20 مايكرون، حرف اليو ده مايكرون. حد يعرف المايكرون قد إيه من متر؟ 10 أس سالب 6 من متر. طب الـ B من 1 إلى 5 مايكرون. طب الـ C أقل من الـ 1 مايكرون. يطلع واحد ويعترض واد كده مصحصح ودماغه مطقطقة. هيقول لي يا دكتور طب ما هو الاي ممكن يكون واحد والبي ممكن يكون واحد، ازاي تفرق ما بينهم؟ هجيب بقيه نقاط المقارنه هتفرق لي ما بين الاي والبي والسي. طيب تاني فرق في المقارنه الفولوسيتي. يعني ايه فولوسيتي؟ او سبيد اوف كوندكشن، سرعه التوصيل. فولوسيتي هي سبيد اوف كوندكشن. هتجي لك في الام سي كيو ما تبقاش عارفها، اللي مش عارف كلمه فولوسيتي يكتبها. هي سبيد اوف كوندكشن، مكتوب لك انت سبيد اوف كوندكشن، اكتب مكانها فيلوسيتي. هي الاي من 20 ل 120 متر في الثانيه. تخيل يا دكاتره قد ايه؟ 120 متر. يعني لو حصل في نبضه دلوقتي هتتنقل بسرعه كام يا دكاتره؟ 120 متر في الثانيه. طيب امال البي من 5 ل 15 متر في الثانيه. امال السي؟ ها 2 من 10 ل 5 متر في الثانيه. 5 من 10 ل 2 متر في الثانيه. يبقى خد بالك اهو تاني فاكتور او تاني عامل فرق لي ما بين الاي والبي والسي ايه هو يا دكاتره؟ ها سرعه التوصيل. سرعه التوصيل مثلا في ايه كام يا جماعه؟ اقل حاجه 20. يبقى انت لو عندك عصب نوعه ايه بس الديامتر بتاعه 1 مايكرون هتكون سرعتها قد ايه؟ 20. طب لو عندك عصب بي الديامتر بتاعه 1 مايكرون هتكون سرعته كام؟ 5، صح؟ يبقى انت عرفت الفرق بينهم ولا لا؟ طيب الثالثه مكتوب لك في النقط المقارنه الثالثه الارقام بتتحفظ. ديوريشن اوف سبايك بوتنشال. كمل كلمه بوتنشال لو مش عارفها. مين بقى الشاطر اللي يرفع ايده ويقول يعني سبايك بوتنشال؟ كلمة سبايك بوتنشال بص اللي هرسمه لك بالاحمر ده لو جات لك بعد كده بقى انت خلاص كبرت وهتعرفها لوحدك. بص يا دكاترة هو احنا قلنا لو احنا بنشرح زمان ان كل ده اسمه سبايك بوتنشال، لكن عشان تبقى مور سبيسيفيك وراجل فاهم كلمة سبايك بوتنشال بعد كده من الفايرنج ليفل لحد انتهاء الرابيد ري بولاريزيشن، هي دي السبايك بوتنشال. يبقى بقى النهارده عرفنا معلومة جديدة أو معلومة مور سبيسيفيك، كله كان اسمه احنا واخدينه كان كله اسمه ايه؟ سبايك بوتنشال، لكن الأصح
من الفايرنج ليفل لحد كام يا دكتور؟ لحد ايه؟ ها؟ لحد انتهاء الرابد ري بولاريزيشن. كانوا كام ملي سكند لو انتوا شاطرين؟ ها؟ أربعة. كان 2 ملي سكند، لا ده ال 4 ده ال 40 هايبر بولاريزيشن. يبقى كام ملي سكند يا دكاترة؟ 2. ارفع ايدك بقى حضرتك وقول لي السبايك بوتنشال اللي انت درسته الديوريشن ده كنا شغالين على الايه ولا على البي ولا على السي؟ كنا شغالين على السي يا دكاتره. يبقى انت عرفت ان السبايك بوتنشال في السي يبقى كام ملي سكند؟ 2 ملي سكند. تمام. طيب امال في البي كام؟ 1 ملي سكند والاي نص ملي سكند. يبقى مين اسرع واحد كده؟ الايه دي ما خدناش احنا واخدينها، يبقى نص 1 2. تمام. نعم. احنا كنا شغالين على السي واحنا المفروض ان هو 90. طيب هو مش سالب 90 ده اللي هو اللارج؟ احنا هو السي يا جماعه، احنا جبنا سيره السي دلوقتي لارج او ميديوم او سايز، ولا كنت جبت لك ساعتها السي قلت لك مانيتد ولا مانيتد؟ انا قلت لك عصب وسكت صح؟ قلت لك مانيتد ولا مانيتد؟ قلت لك لارج ولا ميديوم دلوقتي؟ انا دخلت في هو معنى كده ان العصب لما يكون لارج لازم يكون مانيتد يعني؟ كنا زي ما قلنا لازم يكون ايه؟ ليه يا جماعه مين قال كده؟ هو احنا اتفقنا كلمه لارج لازم نحددها لك برقم؟ لا خالص، مفيش اي ارقام ولا جبت سيرتها انت، بس خلطت جيب دي. لا لا خالص مفيش الكلام ده، انا ما حددتش حاجه. طب ايه معنى كده؟ نعم؟ على العصب يعني على الخلايا العصبيه السيلبودي بتاعتها كبيره ولا صغيره، مش على الاكسون دايمتر بتاعه، مفيش الكلام ده، ما دخلش اصلا في المدعيات. طيب يبقى انا خدت كام حاجه لحد دلوقتي؟ ها؟ ثلاثه. ثلاثة كلهم أرقام يتحفظوا زي اسمه. ماشي؟ طيب أربعة وخمسة وستة. هخش في رقم أربعة وخمسة وستة مش همشي بالترتيب بس عشان في نقطة تتشرح قبل النقطة. النقطة اللي عايز أقولها في رقم أربعة مين عليه ميالين؟ ها؟ الـ A والـ B والـ C لأ. يبقى الـ A ميلينيتد والـ B ميلينيتد والـ C نان ميلينيتد. السؤال الثاني بقى جت سؤال في الـ MCQ من سنتين. هو الـ A دوت نوع واحد؟ لا، ده احنا اكتشفنا ان في حاجه اسمها A ألفا و A بيتا و A جاما و A دلتا. A ألفا بيتا جاما دلتا دي مش شاطر دول عشان الألفا بيتا جاما دلتا، ها دي الحروف اللاتينيه عشان A B C ده انجليزي. ألفا بيتا جاما دلتا سيجما ايبسلون ميو ميو لامدا، سمعت الحاجه؟ ابسلون الكلام ده خالص ابيض حطها في الفيزياء دي يا جماعه. الحروف اللاتينيه زي الارقام واحد شرطه اثنين شرطتين كده. طيب يبقى الايه نفسه نوع واحد ولا له اربع سب؟ طيب اربعه. طبعا الاختلاف فيها يا دكاتره، ما انا سايب لك الايه سرعته من كام لكام؟ من 20 ل 120، وسايب لك الدايمتر مفتوح من كام لكام؟ من 1 ل 20 مايكرو. لما تاخد ماجستير ودكتوراه لازم تبقى حافظ الايه الفا قد ايه سرعته قد ايه، يعني تدخل تقسيمه ثانيه مش هتضيع بيها. طب مين الشاطر اللي يرفع ايده ويقول لي مين اسرع واحد كده؟ اسرع واحد هو ايه؟ الفا. جت سؤال في الامتحان قبل كده. اسرع واحد هو ايه الفا؟ يبقى الاي والبي مايلينيت، اما السي نان مايلينيت. طيب رقم خمسه. رقم خمسه دي تتشرح بعد رقم اربعه. سسبتبل، شفت كلمه سسبتبل؟ اكتب بقى بالعربي. ايه هي اكتر حاجه بتقلل سرعه توصيل العصب؟ دي كلمه سسبتبل. أكتر حاجة بتقلل سرعة توصيل العصب. أكتر حاجة بتقلل سرعة توصيل العصب. بص يا سيدي. أنا لو جبت لوكال أناسيزي، يعني لوكال أناسيزي يعني؟ لوكال أناسيزي يعني عبد الله؟ قدر موضعي. بتقلل ولا بتزود الإكسايتابيلتي؟ بتقللها. إنها بتقفل ولا بتفتح قنوات الصوديوم؟ بتقفل قنوات الصوديوم، صح؟ لو أنا جبت الثلاث أعصاب اللي قدامك دول وحطيت عليهم لوكال أناسيزي، الثلاثة الاكزيتابيليتي بتاعتهم هتقل، صح؟ بس مين أكتر واحد الاكزيتابيليتي بتاعته تقل؟ ها السي. اشمعنى السي؟ لأن هو نان مايلينيتد. طب وإيه يعني لو نان مايلينيتد؟ قنوات الصوديوم بتاعته مكشوفة ولا متغطية؟ دي مكشوفة وظاهرة لك. بينما في المايلينيتد القنوات مستخبية ما بين مين ومين؟ ها؟ ما بين النود والنود. مش معنى كده إن الـ A والـ B مش بيتأثروا، لا الـ A والـ B مالهم؟ بيتأثروا. بس اكثرهم تاثيرا هو مين؟ السي. تمام. طيب البي، البي دي اكثر حاجه بتاثر عليه الهايبوكسيا. يعني هايبوكسيا ترجم نقص الاكسجين. هتقول لي حد يعرف يفسرها؟ هتقول لي اصل هي الهايبوكسيا نقص الاكسجين
توقف الصوديوم بوتاسيوم بامب في سرعه التوصيل بتقل او لا يا جماعه؟ طب ما هو ليه عنده صوديوم بوتاسيوم بامب؟ اشمعنى دي؟ والله يا دكاتره انا بحثت فيها كثيرا كل المراجع وضربت عليها على النت مفيش حد مفسرها. كاتبين كده ان البي اكتر حاجه بتاثر بال هايبوكس. لو انت عايز تتابع بعضها على النت النهارده لقيتها بقولها لك. لحد السنه اللي فاتت ما كانش لها تفسير اصلا، يمكن عمل بحث جديد ولا حاجه. يبقى البي يا دكاتره اكتر حاجه انا عارف اذاكر عليها عشان اضرب عنها. يبقى اكتر حاجه بتتاثر بالهايبوكس هي مين؟ البي. طب السي اكتر حاجه بتقلل سرعته الميكانيكال بريجر. يعني ميكانيكال بريجر لو انت ضغطت على العصب. يبقى اكتر حاجه بتاثر على الايه هي الميكانيكال بريجر. مين يفسرها واحد بتاع فيزياء كده وفاهمها؟ ها مين يفسرها؟ مش هو اكثرهم مساحه؟ تمام. لما هو اكثرهم مساحه يبقى محتاج قوه كبيره عشان تاثر عليه ولا لا؟ طيب اعملها لك بالارقام. يعني مثلا عشان الناس بتحب تفهمها قوي، اللي عايز يفهم على مش عايز عادي، يعني فيزياء مش لها لازمه محدش يطبق بيها. هو انت دلوقتي الضغط بيساوي على ايه؟ ها الضغط بيساوي القوه ها على المساحه. بس يا حبيبي انت عندك ايه؟ وعندك عصب بي وعندك عصب سي. افترض معايا ان انت كل الاعصاب الثلاثه دول عايز تعرضهم لضغط مقداره 100، مقداره كام؟ 100. يبقى انت محتاج قوه قد ايه؟ بص حط المساحه تحت، مش الايه ده مساحته 100 مايكرون مثلا؟ مساحته كام؟ 20 انا اسف ولا كام؟ ماشي، قول مساحته 10 مايكرون. طيب، ومساحة البي مثلا قول 5 مايكرون، مساحة السي مثلا قول 1 مايكرون. لو انت عايز تعرضهم كلهم لضغط مساوي 100، يبقى المفروض الايه؟ تضغط عليه بقوه قد ايه لو انت شاطر؟ ها؟ 1000، صح؟ طيب، البي دوت عشان محتاج قوه مقدارها قد ايه؟ 500. هنا مقدارها قد ايه؟ 100. يبقى مين اكتر واحد ضغط عليه؟ مين اكتر واحد تعرض لقوه؟ ليه؟ اكتر واحد هيتاثر في حاله الضغط هو مين؟ الايه؟ لو افترضنا ان الثلاثه عرضتهم بنفس الايه؟ الضغط. يبقى انت عندك يا دكاتره سستبتبل تو، مين اكتر واحد بيتاثر بالهايبوكسيا يا ياسر؟ ها؟ الهايبوكسيا البي. ميكانيكال بريشر؟ ايه. اللوكال انستيزيا؟ سي. سؤال ام سي كيو. طب اخر حاجه بنعمل من السي كام؟ السي باللوكال انستيزيا يعني؟ هو السي يعني ايه لوكال انستيزيا يا فهد مينا؟ تقدير موضوعي. بتعمل ايه في قناه الصوديوم؟ تقفلها ولا تفتحها؟ تقفلها فاكر بتقفل قلل الصوديوم بالموضوع. طيب مين قنواته اللي عريانه في الموبايل خالص كده؟ السي ولا الاي ولا البي؟ السي. بينما الاي والبي متغطيه بال ايه؟ بالنود فروم بي المايلين مغطي عليها شويه بس هي ظاهره، بس مش معنى كده ان هو ما بيتاثرش، بيتاثر بس تاثيره باللوك انستيزيا اقل من السي. طيب واحد كلمنا في كام نقطه حتى الان؟ ها؟ دايمتر واك ورستي واك ديوريشن اوف سبايك بوتنشال ومايلين وسستبتبل تو. اخر نقطه اكزامبل. يعني ايه اكزامبل؟ مثال ست. حد شاطر يعرف يقول لي خد اناتومي كده؟ تعرف يا سعد تقول لي عندنا كام انواع من الاعصاب الحركيه؟ كان في عصب اسمه سوماتيك. يعني سوماتيك؟ ارادي ولا لا ارادي؟ اللي هو بيحرك العضلات بتاعتنا. واوتونوميك بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك. بالترتيب كده اشهر مثال عندنا للاي فايبر هو السوماتيك، للبي فايبر هو البري جانجليونيك، للسي فايبر هو البوست جانجليونيك. ماشي بالترتيب، الاي سوماتيك، البي بري، السي بوست جانجليون. دي الامثله عندك في الجسم. يبقى الايه اشهر مثال هو مين؟ السوماتيك. البي البري جانجليونيك. كل البري جانجليونيك ار بي، كل البوست جانجليونيك ار سي. ده لسه هناخدها ان شاء الله في الكمبيوتر. وقبل التشابك العصبي وما بعد التشابك العصبي، مش هنقوله في الاتومي؟ لا يا دكتور ما احناش احنا فيها مواله. عشان ناخدها في الاتومي. يبقى انت يا دكتور اتكلمت على كام بوينت في الجدول دوت؟ هو العنوان كان بيقول ايه؟ فاكتور ذات افكتنج الدايمتر فاكتور ذات افكتنج الكوندكشن. هتقول يا دكتور اخر واحد هتقول ايه؟ اول حاجه مين؟ الدايمتر تناسب طرد ولا تناسب عكسي؟ تناسب طرد. السرعه عند التوصيل تتناسب تناسبا طرديا ولا عكسيا مع الدايمتر طرديا. هقسم الاعصاب لكام نوع؟ ثلاثه، اي بي سي لو موتور، 1 2 3 لو سيرسوري. طيب الاي والبي والسي هتكلم في كام نقطه في المقارنه؟ سته. الاول دايمتر فلوستي ديوريشن اوف سبايك بوتنشال، ارقام تتحفظ. مين اسرع واحد؟ ها؟ الاي. الاي ايه يا جماعه؟ الفا. بي المايليتد الاي والبي والسي نون مايليتد. اكتر واحد بيتاثر بالهايبوكسيا؟ البي. اكتر واحد بيتاثر باللوك اساسيا؟ سي. اكتر واحد بالميكانيكال بريشر؟ ايه. اكزامبل سوماتيك بري بوست. عارف انت الفاكتور رقم 2 اقراه كده مش هقراه معاك، اقراه كده بيقول لك مايلينيشن صح؟ مين الاعصاب المايليتد؟
اي يو بي، فبالتالي يو بي اسرع من سي. عارف الفاكتور رقم 3 مكتوب لك ايه؟ ميكانيكال بريشر. مين اكتر واحد بتاثر بالميكانيكال بريشر؟ اللي ايه اللي بالصفحه. عارف الفاكتور رقم 4 الهيبوكس، اكتر عصب بتاثر بالهيبوكس ايه؟ ده البي. عارف الفاكتور رقم 5 لوكالايز ايه ده؟ ده هو اعاد تفكير. لما كنا بناخد في اللغه العربيه تاكيد معنوي ولا تاكيد ايه؟ تاكيد يؤكد ويؤكد ويفسر اللفظي مش عارف تاكيد. هو ده تاكيد لفظي معنوي يؤكد ويثبت المعلومه عشان خلاص مذاكر ماشي. تتميز طب الزازي بكده. اروح شفت كتب عين شمس كل المواد طب الزازي يحب التكرار. يعني ايه التكرار؟ بيعلم الشطار في الجامعات الاوروبيه المحترمه. هي المعلومه كام مره؟ واحده. عين شمس اصلا عين ثاني معلومه مره واحده عشان بس هو بيكرر لك. هو دي حاجه حلوه كل ما تكرر يمكن حاجه ايه تزيد. نحن اختلف دكتور الميكانيكال بريشر. نعم الميكانيكال بريشر ماله؟ قول تاني يا ريس. انت عندك اي وبي وسي. ها طيب هتعرض الثلاثه لضغط بسرعه دي 100. طيب مساحه الايه اللي اساسا كام؟ 10 والبي 5 والسي 1 المساحه تحت. فانت متوقع في مساله رياضيه لازم تعرض الايه القوه قد ايه؟ واحد صح ولا لا؟ يبقى اكتر واحد هيضغط عليه يبقى اكتر واحد البلاد سبلاي بتاعه هيقل. والبلاد سبلاي هيقل بالعصب. هو الارتري اللي بيدي العصب اسمه ايه دكاتره هنوصل لكم؟ فازا نرفوزا. واللي بيدي الارتري فازا فازورا. احنا قاعدين نحفظ اللي علينا. تمام فازا فازورا. يلا يا باشا الغرابة على الانتهاء. القصه اللي جايه هيوم يعني ما فاضل حاجه ولا حاجه في الخط الاولى ماشي خلاص نقول له باي باي على نفسك ازاي بس معايا بقى كده. هو العنوان اخر عنوان كنا بنتكلم فيه كان اسمه ايه؟ فاكتور ذات افكتنج الايه؟ ها؟ الكوندكشن اوف ديرفيومز. اول فاكتور كان مين؟ الديامتر. وراح مدخل في الديامتر جدول عمل لي مقارنه ما بين الثلاث اعصاب في كام نقطه؟ ست. بعد ما خلص السته راح حط ايه؟ جاي خد الثلاثه الاخرين دخلهم تاني اللي هو المايلينيشن الميكانيكال بريشر اللوكال انستيزيا والهيبوكس. يعني انت لو ذاكرت الجدول الكلام اللي تحت الجدول انتهى ولا لا؟ هو بس ايه فصلهم تاني بس هو نفس. هتكتب يا جماعه لو سال السؤال هتكتب الخمسه فاكتور كاملين بالجدول يا دكتور لسه كاتبهم. هتكتبهم تاني لكن انت ما كتبتهمش هتلاقي حد كاتبهم. الدكتور ممكن يصحى ما ياخدش باله يقول لك يبقى خلاص اللي ما كتبهمش ياخد 3 من 5 ولا كتبهم 5 على الرغم اللي انت ايه كاتبهم جوه تاني خلاص. احنا يا جماعه بتحاسب بالعناوين حتى لو العنوان متكرر ماليش دعوه خلاص. قواعد ثابته. القاعده الاولى اللي انت حضرتك اللي بيكتب عناوين هو اللي بياخد درجه اكتر. القاعده الثانيه اللي بيكتب غلط بياخد صفر. لو كاتب السؤال كله صح ورحت مخرف هتاخد صفرين لكن لو نسيت ممكن اعديها لك. قاعده الطب بقى عندنا احنا انت مثلا بتقول اسرع واحد كتبت الجدول دي كلها صح ورحت انت اتفزلكت قلت ان السي اسرع واحد اتلخبطت وكتبت غلط صفرين السؤال ممكن يشطب لك عليه لكن تنسى عادي. يعني ممكن انسى ان الاي الفا اسرع واحد مش مشكله. واحد بقى عبقري هو الاي الفا ولا الاي دلتا؟ راح كاتب الاي دلتا اسرع واحد صفرين السؤال كله غلط رغم ان كاتب كل حاجه ايه؟ صح. انت تحاسب على الصح والغلط صفر. اما لو نسيت حاجه ممكن اعديها لك ان الغلطه هتموت عيان. فاهمين الفكره؟ فبعودك من دلوقتي ما تكتبش غلط اكتب عناوين. ها النقطه الثالثه حضرتك لما تيجي تكتب الفت حاجه ولا بلح من البلح اللي بيحصل هتتحاسب عليه. اصل انت ايه فكره ان الدكتور مش هيقرا بيقرا كل حاجه ومتك غلطك وحش بيقراه. اصل كتبت كده لعبكه وعجنت ومش هيشوف وتلاقي بص كفر الامتحان كده شديت لك خط تحت الكلام ورقه من اول لاخر الصف واحنا ما عندناش اعاده تصحيح. ريح دماغك مش حاجه ثانويه عامه اصلا كنت كاتب وفي معلومه لا يابا ما فيش خلاص صدمت انت بالوضع المريض ده مش خالص مفيش اعاده تصحيح في تظلم تجميع درجات فقط
تصحيح ارفع قضيه على الكليه. صلوا حياتك. في المايلينج اتخن واحد. اتخن واحد يبقى دي الفا هو اسرع واحد. يا جماعه ايه الفرق بين الاي الفا والبيتا والجاما والدلتا بسرعه على كده في الموضوع الثاني؟ ها؟ سيكس. الاي الفا هو اتخن واحد اسرع واحد. البيتا اقل. وهكذا. نرجع الموضوع الثاني، الموضوع الثاني ده عايز قمه في الفهم. يعني تركيز بقى وصحصحه ها؟ يعني ايوه في دراستك كده. الموضوع ده لو خلص انت انجزت الحصه اللي جايه كم رائع، الحصه الجايه ممكن نخلص فيها الدنيا. انت شطارتك معانا النهارده. خلاص بدل ما ندخل في حصه ثانيه الاسبوع اللي بعده. يلا يا باشا تعالى بقى نبتدي على نظافه كده، نبتدي الشغل بتاعنا. الا وهو العنوان بيقول ايه؟ افكت. انا عايزك يا جماعه تصحصح كده معايا. افكت اوف ايه؟ افكت اوف سب سيليشن. هو احنا يا دكاتره قبل كده كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا السيليشن هو الحد الادنى من الطاقه المطلوبه عشان العصب يستجيب. استجابه العصب اللي هو يدي حاجه اسمها اكشن بوتنشال او امبلس. كنا قلنا العصب محتاج كهرباء مقدارها قد ايه؟ بطاريه مقدارها يا دكتور 25 ملي فولت عشان اوصل لمرحله الفايرنج ليفل، يعني سالب 65 لسالب 90. طيب ما هو الفرق في الوصول ما بين سالب 90 لسالب 65 وبين سالب 65 لموجب 35؟ مين الشاطر بيقول؟ ان هنا من بعد الفايرنج ليفل اول ذا صوديوم شلل ار بوينت، ومهما كانت الاستيميوس اللي هتحطه شلت ما شلتش، حطيت بطاريه ما حطيتش بطاريه، في اي تاثير؟ نو افكت. صح؟ بينما الفتره بين السالب 90 للسالب 65 كان فيها دكاتره جرادوال اكتيفيشن اوف صوديوم شلل، صح ولا لا؟ طيب تعالى بقى انت النهارده اديت لي حضرتك كميه من الكهرباء او بالعربي اهو اقل من 25. احنا كل شغلنا بقى يا جماعه على عصب الريستنج ممبرين بوتنشال بتاعه سالب 90. اديتني اقل من 25 عندي احتمالين، هو يبقى اسمه ستريشورد ولا سب ستريشورد؟ والله حضرتك هتديني اقل مره من 7 ملي فولت ومره اكتر من 7 لكن اقل من 25. طيب ده له تاثير وده له تاثير. طبعا يا دكاتره في الاول وفي الاخر شغلي بيبقى في الاول ها في المعمل، وبعد كده بطبق على جسم الانسان بشوف الحاجه اللي في المعمل. ادي انت هو اللي ورا ده ها. هل الشغل اللي في المعمل بنفسه، هل الشغل اللي في المعمل دوت هيطبق على الجسم ولا لا يطبق على جسم الانسان؟ جبت بطاريه يا سيد عبد الله وقلتها اقل من كام يا حبيبي؟ 7 ملي فولت، والثانيه من كام كام؟ من 7 ل 25. والله لما جبت عصب وحطيت عليه بطاريه 7 ملي فولت حصل حاجه اسمها الكتروتونس. طيب من 7 ل 25 حصل حاجه اسمها لوكال ريسبونس. ويا دكتوره لما حطيت 25 فيما فوق حصل فايرنج ليفل. انت عرفت المعلومه دلوقتي؟ ده صار يو سكيور ثلاث مواطن. يبقى لو اديت اقل من 7 هيحصل حاجه اسمها ايه؟ الكتروتونس. ده سؤال. طيب من 7 ل 25 هيحصل حاجه اسمها ايه؟ لوكال ريسبونس. ها؟ اكتر من 25 حاجه اسمها ايه؟ فايرنج ليفل. فايرنج ايه يا دكاتره؟ فايرنج ليفل. تعالى بقى احنا نتكلم على ايه؟ اقل من 7. بص يا سيدي، هجيب بطاريه لا قطب موجب ولا قطب سالب، ومره احط البطاريه دي هنا سالب 90 اهو، هنا موجب، هنا سالب، هنا القطب السالب احطه هنا، هتلاقيني مثلا وبقفل الدايره الواحده، وهنا مره احط القطب الموجب على الخليه دي. يبقى انا مش بحط القطبين يا جماعه. سؤال، احنا اتفقنا 1000 مره ان السالب 90 نمط عباره عن فرق في الايونات ولا في الشحنه؟ فرق هنا فرق في تركيز الايونات الصوديوم والبوتاسيوم. البطاريه بتطلع
ايونات ولا شحنات؟ شحنة. في شحنة سالبة وفي شحنة موجبة. حد ما طلع الفكرة دي؟ طيب دلوقتي انت حطيت القطب السالب على الخلية دي، بس البطارية دي اقل من كام يا دكاترة؟ اقل من 7. يبقى البطارية هتبعت على السلم ممبرين دوت شحنات ايه يا دكاترة؟ سالبة ولا موجبة؟ شحنات سالبة. كده انا بزود السالب بره الخلية ولا بقلله؟ بزود. سؤال، هو لما بزود السالب الفرق في الجهد يبقى له 90 ولا هيقل الفرق؟ هيقل الفرق. هيقل لحد كام يا دكاترة؟ هيقل لحد مثلا ها لو انت شاطر سالب 83. دكتور هو التغير اللي حصل في الريستنج ممبرين بوتنشال يا سيد ابنو كان تغير نتيجه لان في قنوات للصوديوم والبوتاسيوم فتحت في قنوات للصوديوم والبوتاسيوم فتحت ولا نتيجه لان حطيت شحنات من بره؟ حطيت شحنات. طب وايه اللي عرفك؟ لان انا ما جبت ستريك مين قنوات الصوديوم ولا البوتاسيوم. اضف الى معلوماتك معلومه في غايه من الاهميه، معلومه في غايه من الاهميه، ان قنوات الصوديوم والبوتاسيوم الفولتج جيتد ما بتفتحش الا لما تدي كهرباء اكتر من 7 ملي فولت. يبقى ال 7 ملي فولت اللي حضرتك اديتهم دول هل هيقدروا يفتحوا قنوات؟ لا. امال يا دكتور ازاي حصل تشينج في الريستنج ميمبرين بوتنشال؟ هترد يا دكتور هتقول ان التشينج دوت نتيجه اضافه ايه؟ شحنه. شحنه يعني بالانجليزي تشارج. التشارج دي جبتها من القطب الهين والقطب السالب. يبقى هيحصل تغير هنا في الريستنج ميمبرين بوتنشال، هسميه التغير دوت هسميه كات. اختصار لايه كلمه كات؟ هو القطب السالب اسمه ايه؟ كاثود. كات الكترو. الكترو يعني ايه؟ كهرباء. تونس. تونس يعني ايه؟ هو انا مستخدم تيار مستمر ولا تيار متردد؟ وكلمه تونس يعني مستمر. طيب يعني يا دكتور لو حضرتك حطيت البطاريه دي 7 لو سبتها من هنا لحد الصبح هيبان الريستنج ميمبرين بوتنشال قد ايه؟ سالب 83. هل الريستنج ميمبرين بوتنشال التغير اللي حصل فيه دوت يا سعد كان اكتف ولا باسيف؟ ندخل في معلومه ثانيه. What is the meaning of active and passive؟ active يا دكاترة opening of voltage gated channel. passive charge addition فقط. يبقى addition of charge أدى إلى تغير في الريستنج ميمبرين بوتنشال يا دكتور. ها يبقى ساعتها أقول passive change ولا active change؟ passive. أمال لو فتح لي قنوات صوديوم زي الفايرنج ليفل كده أسميه active change. طيب ويعني لو أنت سبت البطارية من هنا للصبح هيدان الخلية واقفة على كام؟ على سالب 83. يعني بص فرضا انا هنا سالب 90 هطلع لحد كام يا دكاتره؟ سالب كام؟ 83. فصلت البطاريه افرض فصلت البطاريه ايه اللي هيحصل؟ لا هنزل ثاني للسالب 90. مين اللي يقول لي؟ ليه؟ اوعى تنسى ان في قنوات اسمها ليكج شانل تسمح بخروج مين اكتر؟ البوتاسيوم صح؟ البوتاسيوم اللي جوه الخليه لما لقى بره في سالب يقعد ساكت ولا يطلع يعادله؟ يطلع يعادله. يبقى التغيرات اللي حصلت عند الكاثود تعال نختصرها، هي تغير باسيف ولا اكتف؟ باسيف. نتيجه الاوبننج اور كلوجنج اوف فولتج جيتد ولا باسيف اديشن اوف تشارج؟ بشرط ان ادي سبستيوشن قد ايه يا دكتور؟ 7 ولا اقل من كام؟ اقل من 7. هيحصل تغير اوصل لاخر كام يا دكتور؟ سالب 83. لو فصلت الكهرباء يا دكتور اللي يحصل؟ يطلع البوتاسيوم، يعمل لي عمليه اسمها ري بولاريزيشن. خلاص؟ طب يبقى مين القوه اللي بتغلب هنا؟ دي ولا دي؟ ها؟ مين القوه اللي بتغلب؟ طب كرهها لي بالفايرنج ليفل، مين القوه اللي غلبت؟ قوه الدي بولاريزيشن. اكتملت لحد وسط الموجب 35، كان قدرت تكتمل ولا ري بولاريزيشن رجعها؟ احنا قلنا الكلام بالفيلم، ما تيجي نقوله بالانجليزي. يبقى اللي حصل عند الجاسوس دوت لوكالايزد تشينج ولا بروباجيتد تشينج؟ يعني ايه لوكالايزد؟ التغير هيحصل في الحته دي فقط، هيعرف يتنقل من مكان لمكان؟ لا، لانه هو لم ينتج عن اوبننج اوف فولتج جيتد شانل. يبقى شرط الانتقال اوبننج اوف ايه؟ اوف فولتج جيتد. يبقى لوكالايزد دي بولاريزيشن صح؟ حصلت لما حطيت الكاثود ولا الانود؟ الكاثود. سواء يا دكتور باسيف ولا اكتف اديشن؟ باسيف اديشن. اوف ايه يا دكتور؟ اوف تشارج. طيب الريستنج ميمبرين بوتنشال قل لحد كام؟ سالب 83. من الشاطر اللي يقول لي ببعد كده ولا بقرب من الفايرنج ليفل؟ بقرب. يعني الاكسايتابيلتي بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. والاكسايتابيلتي لما تزيد الكورونكسيا هتقل.
صح؟ مش احنا خدنا وقبل كده كل ما العصب يستجيب اسرع كل ما هي دكتور كل ما ايه كل ما يستجيب اسرع كل ما يكون مور اكسايتد. يبقى يا جماعه الكاتريكتورتونس تعرفها لوكالايز دي بولاريزيشن ولا هايبر بولاريزيشن؟ دي بولاريزيشن سواء باسيف ولا اكتيف اديشن اوف تشارج. باسيف اديشن. هوصل لفين يا جماعه؟ لحد اخر كام؟ سالب 83. هل الدكتور كان بيتكلم ورا الاكسايتابيلتي هتزيد ولا تقل يا دكتور؟ الاكسايتابيلتي هتزيد. ليه يا دكتوره؟ بقرب من فايرنج ليفل الكترونكس يا مالها هتقل. طيب الشيء بالشيء يذكر. طالما حطيت القطب السالب هنا مره حط الناحيه الثانيه القطب الهين الموجب كده كميه الموجب هتزيد بره. ها كده هبعد عن الريستنج من ابا كام مثلا سالب 92 كده دي بولاريزيشن ولا فاير ولا هايبر بولاريزيشن؟ يبقى ذيس ستيت اوف لوكالايزد هايبر بولاريزيشن اسميها يا دكاتره ان ها الكترو تونس في ترجمه انا اختصر لايه؟ انود. مش ده الانود؟ طيب الكترو يعني ايه؟ كهرباء. وتون يعني ايه؟ يبقى الان الكتروتونس الديفينيشن مين الشاطر بيقول ستيت اوف لوكالايزد ايه؟ ها هايبر بولاريزيشن يو تو باسيف اديشن اوف بوزيتيف تشارج فروم انود ولا كاثود؟ فروم انود. ببعد ولا بقرب من الفايرنج ليفل؟ ببعد. يبقى الاكسايتابيلتي هتقل يبقى الكورنكسيا هتزيد صح ولا لا؟ يبقى الالكتروتونس تغيرات في السيل ممبرين لوكالايزد ولا بروباجيتد تتنقل من مكان لمكان؟ لوكالايزد. دي دو يا دكتورة باسيف ولا اكتيف تشينج؟ باسيف تشينج. ها عندي كام احتمال؟ اثنين اللي هم كات و ام. طيب انت كده مين اللي انت حبيته في الكات والام؟ مين اللي حبيته وقلبك فتح له كده؟ الكات طبعا بيقرب للفايرنج ليفل. بيقرب للفايرنج ليفل ولا لا؟ حتى قلبك انفتح له كده. امال الام بص له بقرف مش يا عم. طيب سؤال افرض انا اديت اكتر من سبعه اتفقنا لما بدي اكتر من سبعه اخش حاجه اسمها لوكال ريسبونس. يبقى الكات الكتروتونس لو اديت اكتر من سبعه هيبقى حاجه اسمها الكترو لوكال ريسبونس. طب والان ده لو زودت عن السبعه هيحصل حاجه اسمها انودال بلوك. تظنيك بلوك ان العصب عمال يبعد ولا بيقرب على الفايرنج ليفل؟ بيبعد. وبيبعد ده معناها النيرف ستابلايز ولا الاكسايتابيلتي بتزيد؟ مش احنا خدنا المره اللي فاتت فاكتور زاد ديكريز الاكسايتابيلتي اسمها يا دكتور نيرف بلوك او ميمبرين ستابلايزر. طيب انودل هي انود وبلوك لا يستجيب. يبقى اخر نقطه في المقارنه اللي عندك افكت اوف مور ستيمولس لو زودت الكهرباء على الكاثود هيتحول لحاجه اسمها لوكال ريسبونس. اتفضل دلوقتي لو زودت الكهرباء على الانود هيحصل حاجه اسمها انودل بلوك. اخر مره نقول المقارنه بين الكات والان. الكات ده يا دكتور لوكالايز دي بولاريزيشن. امال الان لوكالايز هايبر بولاريزيشن. سبب الكات باسيف اديشن اوف نيجاتيف تشارج. سبب الان باسيف اديشن اوف بوزيتيف تشارج. ده عند الكاثود ده عند الانود. الاكسايتابيلتي في الكات بتزيد في الان بتقل. الكرونيكسيا في الكات بتقل اما في الان بتزيد. افكت اوف مور ستيمولس لوكال ريسبونس هنا انودال بلوك هو ب 5 بوينت. طيب تعالى بقى نكمل اللوكال ريسبونس. ما هو شرط اللوكال ريسبونس؟ اكتر من 7 اقل من 25. يا دكتور احنا اتفقنا لو اديت كهرباء اقل من 7 هل في فولتج جيتد صوديوم او بوتاسيوم اتفتح؟ لا. واتفقنا ان في الاخر لو وقفت على السالب 83 مهما من هنا للصبح فصلت البطاريه هرجع تاني ولا لا؟ طب هنا بقى اول قناه للصوديوم تشانل بتفتح هتفتح عند كام يا جماعه؟ عند 7 ملي فولت وانت طالع. يبقى اللوكال ريسبونس وانت مغمض عينيك لو جيت اقسمه هنا هبقى واقف عند كام؟ سالب 90. من سالب 90 لحد سالب 83 بالازرق ده تغيرات باسيف ولا اكتيف؟ تغيرات هنا باسيف. طب زودت الكهرباء يا دكتور بدات مين تفتح؟ فولتج جيتد صوديوم تشانل. بدا يحصل تغيرات في الاسمين. ايوه بس للاسف هوصل لحد سالب كام واقف؟ سالب 66. لان انا قلت اكتر من كام اقل من كام؟ اكتر من 7 اقل من كام؟ من 25. تمام. يبقى اللوكال ريسبونس دوت لو فصلت البطاريه مين اللي يقول لي اللي هيحصل؟ عادي خالص. ها؟ هتلاقي اللي حصل حصل عمليه اسمها ري بولاريزيشن وكانك يا ابو زيد بص انا فاجئك ري بولاريزيشن وبس المخرج بيعاني. يبقى انت دلوقتي عرفت الثلاث معلومات اخطر من بعض.
ان جميع القنوات ما بتفتحش الا لما تدي كهرباء اكتر من السبعة. تفتح امتى يا جماعه؟ من السبعة. النقطه الثانيه، هل قنوات الصوديوم لو اديت كهرباء اكتر من السبعة لكن اقل من 25 تبدا تقدر توصل لمرحله الفايرنج ليفل تفتح ذاتيا؟ لا. امال هتعمل حاجه اسمها ايه؟ لوكال ريسبونس. وبعد كده يحصل عمليه ريبولاريزيشن. امال انت لو شاطر شرط الفايرنج ليفل قد كام؟ اكتر من 25 او اكتر ثريشولد او سوبرا ثريشولد. طيب اللوكال ريسبونس ده مين يحط له ديفينيشن؟ ذيس ستيت اوف لوكال ديبولاريزيشن ولا هايبر بولاريزيشن؟ ديبولاريزيشن. ليه قلت يا دكتوره لوكال؟ لانه ليس له القدره على الانتقال، يعني هيبقى عباره عن تغير موجود فين؟ عباره عن تغير كده في السلم من بصه. يقدر يتنقل من مكان لمكان ويعمل لي اكشن بوتنشال وفايرنج ليفل؟ لا. يبقى لوكالايزد ستيت اوف دي بولاريزيشن، صح كده؟ ديو تو اكتف ولا باسيف تشينج ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. باسيف من كام لكام؟ من سالب 90 لحد سالب 83. اكتف من كام لكام؟ من سالب 83 لسالب 66. يبقى اول صوديوم شانل بتفتح عندي لو اديت كهرباء اكتر من 7 او اكتر. طب السؤال الثاني، مين فيهم اللي بيحصل في جسم الانسان؟ لا راجل يقول لا ولا لا، في واحد بيحصل. اللي بيحصل اللوكال ريسبونس. ازاي يا دكتور؟ هتدي بطاريه يعني في جسمك؟ بص فاكرين كده راجع معلوماتك، كان في عندي قنوات اسمها جيتد تشانل، صح؟ فاكرين لو انت شاطر جيتد تشانل كان كام نوع من قنوات؟ فولتج وكيميكال. فاكرين الكيميكال كانت بتفتح بماده اسمها اسيتايل كولين؟ افرض انا اديت كميه من اسيتايل كولين غير كافيه لفتح القنوات لحد الفايرنج ليفل، احصل حاجه اسمها ايه؟ لوكال ريسبونس. هتفتح قنوات وتوصل عند سالب 66 وتروح واقفه. يبقى اللوكال ريسبونس هو الوحيد اللي بيحصل في جسم الانسان. ده في حاجه ثانيه انت شاطر هتقولها لي، ما قبل الفايرنج ليفل اسكولد لوكال ريسبونس. طالما ما وصلش للفايرنج ليفل يبقى لوكال ريسبونس. يبقى اللوكال ريسبونس هو عمليه اكتف وباسيف. لوكالايزد دي بولاريزيشن دي تو باسيف اديشن، لو احنا بنتنا بره جسم الانسان اند اوبننج اوف صوديوم اتشانل. هل بوصل للفايرنج ليفل ولا ما اقدرش اوصل للفايرنج ليفل؟ العصب هنا بيستجيب ولا لا يستجيب؟ استجاب، بس الاستجابه بتاعته اسمها امبلس ولا اسميها لوكال ريسبونس؟ طب في اسم جنب اللوكال ريسبونس اكثر روعه، اقرا كده لوكال اكزيتاتوري ستيت. شيل كلمه اكزيتاتوري حط مكانها ريسبونس. ما هي اياه ريسبونس هي اكسايتابيلتي مش ابيلتي اوف ذا ليفنج تيشن تو. ها تو يا دكتور تو ريسبوند، وريسبوند هو الاكسايتابيلتي. يبقى واتس ذا افكت اوف سبستريشن ده شاطرين. ها لو اديت كهرباء اقل من السبعه يعمل حاجه اسمها الكترو تونس، لو اكتر من السبعه اقل من 25 حاجه اسمها لوكال ريسبونس، لو اكتر من 25 اسمها فايرنج ليفل. طيب تعالى بقى نعمل مقارنه ما بين اللوكال ريسبونس والاكشن بوتنشال. الجدول بتاع المقارنه ده لو خلص خلصت الحصه، تمام؟ مفيش فيها حاجه تاني زياده. تمام امسك شاليه يا عم ان شاء الله احسن. استفدنا حاجه؟ كل ما تجاوبي على السؤال اسرع كل ما تكون كل ما توصلي المستشفى المبرر في وقت اقل كل ما تقولي اسرع، كل ما تستجيبي في وقت اقل كل ما الامور ما نفهمش دي. كل ما بستجيب في وقت اقل كل ما الامور تعالى نعمل مقارنه ما بين مين ومين؟ ما بين الاكشن، بس يا جماعه لو سمحتوا، ما بين الاكشن بوتنشال واللوكال ريسبونس. الاكشن بوتنشال بس اللي كانت مظبوطه. يلا يا جماعه اول نقطه في المقارنه، ها اللوكال ريسبونس ماله؟ لوكال يعني لوكال 10 2. طب امال الاكشن بوتنشال؟ بروباجيتد يعني بروباجيتد من مكان لمكان.
دي احنا عارفينها كلنا. ده محتاج صب سيليشن. امال ده محتاج سيليشن او اكتر سيليشن دور صب ستاندر. احنا قلنا الاكشن بوتنشال يتبع قانون اسمه اول اور نان. يعني اما الاستيمولس تدي من اول مره يوصلك للفايرنج ليفل عشان تدي لي فول ريسبونس صح كده؟ يا اما لا مش هدي لك فول ريسبونس. امال هنا في اللوكال ريسبونس يقول لك ان هو نوت اوبي اول اور نان. تعالى بقى ننزل. هو انا يا جماعه لازم ندي كميه من الكهرباء مقدارها ايه مره واحده؟ 25 اور. طب رد عليا في اللوكال ريسبونس. هو انا لو اديتك كهرباء ضرب عن سالب 90 فتحت لك الكهرباء على 7 هتطلع ولا لا؟ بس في استجابه دي ولا مش استجابه؟ طيب زودت لك بقيه 10 تطلع لفوق ولا لا؟ استجابه ولا مش استجابه؟ زودت لك الكهرباء البطاريه فيها مفتاح عمال يزود 15 16 17 18 19 طلع. كل ما زود قوه الاستيمولس كل ما الاستجابه بتاعتي تزيد ولا تقل؟ تزيد. امال هنا يا ريس اديني 25 وافصل البطاريه براحتك صح ولا لا؟ لان هوصل للفول ريسبونس. يبقى اللوكال ريسبونس لا يعتمد على الاول اور نان. ده كل ما قوه الاستيمولس ما بتزيد كل ما هي يا دكتور كل ما الاستجابه بتاعتي ما بتزيد. يعني انا كده الاستجابه بتاعتي بتحصل مره واحده ولا تدريجيا؟ جريدد. يعني جريد مدرج. يوم الريسبونس بتاعه بيطلع بالتدريج. طب هل الاكشن بوتنشال ينفع يبقى جريدد؟ كان نوت جريد. والدليل انا بدي ستيمولس يوصل لي للفايرنج ليفل واكمل لوحدي ولا لا؟ اصل اكشن بوتنشال يا جماعه عشان تبقى حاطط في دماغك واز ان اكشن بوتنشال. اكشن بوتنشال فايرنج ليفل وتطابق. طيب النقطه الثانيه مين اللي له ابسولوت ريفراكتور بريد؟ ها الاكشن بوتنشال ده له ابسولوت ريفراكتور بريد. حد يعرف يقول لي ليه؟ لان الصوديوم اتشغل هنا ار ايه اوريدي اوبن. فلو اديت سكند ستيمولس له تاثير ولا مش تاثير؟ طب تعالى هنا يبقى ده له اي ار بي. هنا نو بس يا جماعه اي ار بي ملوش ابسولوت ريفراكتور بريد. بص بقى هو انت لو جبت خلايا لو جبت عصب ركز معايا في الرسمه اللي رسمها لك دي اديته كهربا مقدارها 10 هيوصل لحد سالب كام؟ ها؟ سالب 8. طيب فصلت الكهرباء الاولانيه ورحت جبت بطاريه ثانيه بس بسرعه يعني في وقت قليل ها واديته 10 كمان ال 10 دول الجداد اللي بالازرق هيتجمعوا على القدام ولا لا؟ اوصل مثلا لحد كام؟ ها؟ سالب 70. طب ليه انا حصل استجابه للسكند ستيمولس هنا ولم يحدث هنا استجابه للسكند ستيمولس؟ لان هنا الصوديوم اتشال ار اوريدي موبيل. ما هي الصوديوم اتشال ايه؟ ممكن تفتح كمان زياده ولا لا؟ يبقى الاكشن بوتنشال ينفع يتجمع؟ ينفع تاثير الفيرست ستيمولس يتجمع على تاثير السكند ستيمولس؟ هو اساسا السكند ستيمولس له اي تاثير؟ امال هنا السكند ستيمولس له تاثير ولا لا؟ يبقى كان دي سميتد. يعني ايه سميتد؟ ان تاثير الفيرست والسكند ستيمولس مع بعض يجمعوا يدينوا مور ريسبونس. يبقى خد بالك لوكال بروباجيتد سبستريشن نوت اوبي اول اور نان فبالتالي كان بي جريدد. يعني كان بي جريدد كل ما زود قوه الاستيمولس كل ما الريسبونس ما بيزيد. امال هنا قوه الاستيمولس بتفرق ولا عن سالب 65 وفصلت مش هتفرق؟ مش هتفرق. هنا له ابسوليوت هنا مالوش. يعني ايه ابسوليوت ريفراكتيف ريت؟ اصل الصوديوم اتشال في الاكشن بوتنشال ار اوريدي اوبن. امال هنا الصوديوم اتشال مش كلها اتفتحت. لو اديت سكند ستيمولس في استجابه ولا مفيش؟ والاستجابه الثانيه مع الاستجابه الاولى هيتجمعوا يعملوا مور ريسبونس ولا لا؟ طيب السؤال المقارنه اللي بعد كده الاكزايتابيلتي في اللوكال ريسبونس بتزيد ولا بتقل؟ ها بتزيد صح ولا انا غلطان؟ بينما في الاكشن بوتنشال الاكزايتابيلتي از فاريبل. يعني ايه فاريبل؟ يعني من الفايرنج لحد التلت ابسليور التلتين ريلاتيف سوبر نورمال سب نورمال. يبقى مراحل الاكشن بوتنشال اكزايتابيلتي في ثابته ولا متغيره؟ متغيره. مين اللي بقى المقارنه؟ لوكال ريسبونس محتاج ايه؟ لا الموضوع ده جه السنه اللي فاتت مش السنه اللي فاتت اللي لسه متحنين الثانيه الثالثه جالهم سؤال جه في شورت اكونت على السبسكريبشن. قول لي بقى الفرق بين اللوكال و والاكشن بوتنشال. اللوكال محتاج ايه؟ سبسكريبشن. اما الاكشن بوتنشال محتاج سبسكريبشن. الثانيه مين لوكالايز؟ لوكال اكشن بوتنشال بروباجيت. الثالثه
مين اللي له او ايه اللي نون له اكشن بوتنشال، فبالتالي كان نوت جريد فاكر الكتاب مش عملنا كده. طيب مين اللي له ابسولوت ريفراكتيف بيود الاكشن بوتنشال ده نوت سميتد، هو جمعهم لك تحت في نقطه واحده. مين الاكزيتيفيتي بتزيد اللو، مين الاكزيتيفيتي فاريبل اكشن بوتنشال. طب اسالك سؤال دلوقتي، هو انا لو اديتك كهربا اقل من السبعه تعمل حاجه اسمها ايه؟ الكترون دونز. طب من 7 ل 25 حاجه اسمها لوكال ريسبونس. طب الفايرنج ليفل 25، مين الشاطر يقول الفرق ما بينهم في كلمه واحده؟ الالكتروتونس اكتف ولا باسيف؟ باسيف. طب اللوكال ريسبونس اكتف وباسيف. طب الفايرنج ليفل اكتف. السؤال الثاني، لو فصلت الكهرباء عن الكات الكتروتونس مين القوه تغلب عمليه الري؟ بولاريزيشن. طب اللوكال ريسبونس برضه مين هيغلب عمليه الري؟ بولاريزيشن. طب الفايرنج ليفل دي بولاريزيشن اعلى من الري؟ بولاريزيشن. لا 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 مش عارف. تمام، يبقى انا عملت مقارنه. يلا يا جماعه تسمعني، الموضوع ده مهم، الام سي كيو بيجي كتير. ها يبقى انا اديت كهرباء اقل من 7 هيحصل حاجه اسمها كات الكتروتونس، عمليه اكتف ولا باسف؟ عمليه باسف. طيب من 7 ل 25 هيحصل حاجه اسمها لوكال ريسبونس اكتف ولا باسف؟ الاثنين مع بعض. اكتر من 25 فاير ليفل. طيب مين القوه اللي بتاثر اكتر في الكات الكتروتونس؟ عملت الري بولاريزيشن. طب في اللوكال ريسبونس الري بولاريزيشن. طب في الاكشن بوتنشال الري بولاريزيشن. عارف انت حضرتك خلصت ايه؟ خلصت الجدول لصفحه 27. يلا بقى شويه نقرا عشان تكتبوا على الله. مش هناخد تمام؟ الكوندكشن في المايلينيتد ذا سيم ميكانيزم از ان مايلينيتد بس امبلس جامب. امبلس يعني ايه؟ النبضة العصبية from one node to one node. طيب انا اصلا بيكوز ايه؟ الميريتي اس انسيوليتور، يعني انسيوليتور عازل. جامبينج فور كارنت، يعني كارنت اطهار الكهرباء. جامبينج او السالتاتري او نود تو نود. رابيد ليس انرجي مور اوتونوميك اقتصادي يعني. هاز رابيد ريبولاريزيشن. اورثودرومال كونفكشن من وان دايركشن من السيل بودي للاكسس. Antidromic opposite direction neutral pathway. Trivial response اللي تحت دي اشطب. الاقي اكس مش دلوقتي انا اخدها. Speed of conduction. طيب. Factor that affecting الجدول اللي احنا كنا مترجمينه واحنا ماشيين. Effect of subsolution. سؤال نظري. Short note. هتكتب فيه electrotonus دي localized. كلمة localized ده definition. انت تجمع عنوان definition. يعني ده سؤال بيجي سؤال في الامتحان. Define. عرف الحاجة الفلانية. اقل من 7 اهم حاجه كلمه اقل من 7 دي في الام سي كيو. لوكالايزد يعني ما بينقلش من مكان لمكان. لوكالايزد يعني ما بينقلش من مكان لمكان. كات وان كات وان. طيب لوكال ريسبونس تحت الجدول الكاسود ستيمولس انكريز دي بولاريزيشن باسيفلي اند بارشلي اكتف. علم على كلمه اكتف دي ديو تو اوبننج اوف سام شانلز يحصل لوكال ريسبونس. هل كافيه اللي هي توصل للفايرنج ليفل؟ لا. طب لو قفلت الكهرباء مين هتفتح؟ البوتاسيوم ويحصل عمليه ايه؟ بولاريزيشن. اللوكال ريسبونس والاكشن بوتنشال. اللوكال سب ثريشولد الاكشن ثريشولد اوف لوكالايزد بروباجيتد. نوت اوبي فالمفروض كان كتب النقطه اللي بعديها كان بايه؟ جريدد. طيب نو ابسولوت ريفاكتوربيلتي كان المفروض كان كتب ايه؟ كان بي سميتد يعني جريدد. ان لو كون الاستيمولس زادت الريسبونس هيزيد يعني سميتد. لو اديت تو ستيمولس التاثير بتاعهم هيجيبها مع بعض. الاكزيتيفيتي هنا بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. قول لي بقى لو سمحت مين العوامل اللي بتزود الاكزيتيفيتي كده؟ اللوكال والكات ولا اللوكال والان؟ اللوكال والكات والكتروتونس بينما الان والكتروتونس بتقلل الاكزيتيفيتي. كنا سايبينها في الجدول اللي ورا. طيب ستيمولشن اوف كاسود بيعمل ثلاث انواع من الديبولاريزيشن. لو اديت اقل من 7 تبقى كات، من 7 ل 25 تبقى لوكال، اكثر من 25 او 25 تبقى فايرنج ليفل. الكات باسيف، اللوكال باسيف وبارشلي اكتف تحتيها كده 100 خط. اما الفايرنج ليفل كومبليتلي اكتف. مين الفورس افكتنج الممبرين؟ يعني ايه فورس افكتنج الممبرين؟ حد رد عليا؟ يعني ايه الفورس افكتنج الممبرين؟ الري بولاريزيشن هنا دي ماسك افكت هنا دي هي الاقوى. وصلت؟ ماشي يا باشمهندس؟ الحصه اللي جايه في تسميع على الاخر حصتين. لحظه اقعد عشان تعرفوا صفحه كام دي هسمع من صفحه 19 لحد ما قلت احنا ما خدناش يا جماعه نص 21 و22 يبقى من صفحه 19 لحد صفحه 27 معانا نص 21 و22. اللي عايز سؤال السنه ما خدش الامتحان يا جماعه في ورقه اهو ويجيبوا لي الحصه اللي فاتت اللي جايه.
اللي ما خدش الامتحان يا دكاتره مين ما خدش ايوه انا فاهم بس انا ما خدش يقول لي ما خدش مين ما خدش عايز الواد الحلو عايز مين ما خدش الرخامه